شفتي شنو وقع في الامارات؟ شنو؟ لا شوفي. لا شنو؟ فرصة ذهبية لكاع المخالفين في الامارات، حملة كبيرة لتعديل وضعهم اللي غتكون من 1 شتنبر حتى 31 اكتوبر 2024. دولة الامارات دارت هذه المبادرة واللي هي عبارة على مهلة لإعفاء المخالفين في الدولة اللي كتستهدف فئات مختلفة بحال مخالفي الإقامة ومخالفي التأشيرة وحتى الموظفين اللي انقطعوا على العمل وعليهم بلاغات هروب او تعميم، والوليدات اللي تولدوا داخل الدوله وما قدروش والديهم يسجلوهم بالاوراق الثبوتيه وعندهم جوج اختيارات، يقدروا يمشيوا لمكاتب الطباعه المعتمده في دوله الامارات ويعدلوا وضعهم باش يبقاو في الدوله، او يغادروا الدوله وياخذوا اعفاء من كاع الغرامات وبلا قيود تمنعك من العوده للدوله مستقبلا. وهذه الفرصه كتخليك تعيش بكرامه في دوله الامارات وبطريقه قانونيه، والهدف من هذه الحمله ان دوله الامارات كتعطيك فرصه لحياه افضل وجميع الجهات المعنية متعاونين باش يسهلوا عليك جميع الإجراءات. استغل هذه الفرصة في أقرب وقت ونشر الفيديو باش الكل يستفيد.